قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتطلع إلى استمرار التواصل الوثيق مع مصر وقطر وإسرائيل من أجل عودة جميع الرهائن من غزة. وأكد بايدن أنه سيواصل العمل لإطلاق سراح جميع المحتجزين الأمريكيين لدى حماس، وأضاف أن بلاده توسطت بتنسيق وثيق مع مصر وقطر وإسرائيل لوقف القتال في غزة لمدة 7 أيام، حيث تم إطلاق سراح 105 من المحتجزين، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية الحيوية الإضافية. وتابع بايدن أن وزير خارجية أنتوني بلينكن عاد الأسبوع الماضي إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. وللمزيد حول دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وقيادة جهود الوساطة لحل أزمة الرهائن ووقف العدوان على غزة، معنا دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم وكل مستمع ومشاهدي قناة دي. أولا، كيف ترى الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في هذا التوقيت، سواء من الناحية الإنسانية والإغاثية وإدخال المساعدات عن طريق معبر رفح، أو الدور التفاوضي الذي تقوم به من أجل تبادل المحتجزين من الطرفين والوصول إلى هدنة، وكذلك الدور الأمني الخاص بإتمام هذه الاتفاقيات؟ يعني حضرتك قلت الأدوار أهو، يعني أدوار متعددة بتقوم بها وهي واضحة للجميع. فيما يخص دعم القضية الفلسطينية سواء قبل هجمات 7 أكتوبر أو بعدها. يعني مصر أحد الدول الرئيسية القيادة السياسية فيها بتخصص جزء كبير جدا من وقتها في الانشغال بوضع حد لأحد أبرز وأنبل القضايا السياسية والإنسانية في العالم، وهي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أما نيجي نشوف خلال 100 يوم الماضية اللي هي من عمر المواجهات، رئيس السيسي أجرى كم اتصال تليفوني، في هناك بعض التقديرات بتتكلم عنها حوالي 66 اتصال تليفوني مع قادة دول العالم فيما يخص هذه القضية. نعم. القمم اللي حضرها سيادة الرئيس المعنية بتلقى القضية، منها مثلا قمة القاهرة للسلام اللي كانت 21 أكتوبر، القمة العربية الإسلامية غير العادية اللي كانت في الرياض، وغيرها من القمم المختلفة. وبنيجي نشوف الزعامات والقيادات لعدد من الدول الأوروبية والأسيوية اللي هي حضرت القاهرة للقاء السيد الرئيس، دي بيعكس فيها تقدير لشخص رئيس مصر ومحورية الدور المصري فيما يخص دعم القضية الفلسطينية. النقطة المهمة في هذا السياق وهي الأدوار المكوكية اللي بتقوم بها مصر فيما يرتبط بمحاولة التوصل لاتجاهات تهدئة، والمرة الوحيدة اللي تم التوصل فيها إلى اتفاقات تهدئة لعبت فيها القاهرة بالتعاون مع الدوحة دور محوري اللي هي التهدئة التي دامت 7 أيام، ثم استأنفت بعد ذلك إسرائيل مواصلت إطلاق النار، لا سيما وإن دور القاهرة كان موجود في حروب غزة الأربع الماضية ويتم التعويل عليها من جانب دول العالم في هذه حرب غزة الخامسة للتوصل لهدنة إنسانية أطول نسبيا وصولا إلى وقت إطلاق النار. هذا بالإضافة للدور الأمني والخاص بإتمام الصفقات الخاصة بتبادل الرهائن والتي قام بها. جاي لحضرتك، انت بتعملي اتفاقات هدنة طويلة نسبيا، جزء منها مرتبط بالاتجاهات التفاوض والمساومة ما بين الطرفين حماس والفصائل الفلسطينية وما بين اسرائيل من جانب اخر، يعني الدور المحوري اللي بيقوم به جهاز المخابرات العامة، لان كان ليه دور محوري سواء فيما يرتبط بالتهدئة ما بين جانبين، او وده المهم بقى اتجاهات ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. يعني الوفود الفلسطينية لزيارة القاهرة معنية بحاجتين، ازاي نعمل لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وكذلك الحال فيما يخص اتجاهات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي. النقطة المهمة الانشغال المصري ايضا بحالة اليوم التالي The Day After، وهي ما نيجي نشوف القمة الأخيرة اللي حضرها السيد الرئيس، قمة العقبة مع الملك الأردن
الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، جزء منها كيف يمكن اصلاح السلطه الفلسطينيه خلال المرحله المقبله بحيث تكون المظله التي تندرج تحتها كل الفصائل والحركات الفلسطينيه خلال المرحله المقبله. مع الاخذ في الاعتبار ان الرؤيه المصريه قايمه حوالين ان الوضع ما بعد حرب غزه لابد ان يدوروا الفلسطينيين بانفسهم، شريطه ان يكون ذلك في اطار حل سياسي شامل ياخذ في اعتباره قيام الدوله الفلسطينيه. شكرا يا دكتور. احنا بنتحدث عن ادوار متعدده. صحيح. شكرا جزيلا يا دكتور. دكتور محمد عز العرب، رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه.